فنعمل ايس كريم بحاجه موجوده عندنا في البيت وهي قمر الدين. قمر الدين موجود في كل بيت، او المشمش موجود دلوقتي، احنا ممكن نعمله قمر الدين عادي خالص، ان احنا بنجيب المشمش ونفصصه ومثلا نحط كوبايتين من المشمش عليهم ربع كوبايه من الميه على النار واخليهم يغلوا مع بعض لغايه ما المشمش يتهري مع شويه سكر صغيرين جدا، تمام؟ يبقى كده انا عملت قمر الدين، اضربه في الخلاط خلاص بقى قمر الدين زي ده، تمام؟ اللي هو ده هو. بس كده. يا اما عندي قمر الدين برضه هقطعه واحطه على النار او انقعه واوديه لغايه ما يدوب خالص اضربه في الخلاط، المهم اي مشمش وخلاص. طب شربات قمر الدين يا سيدي اي حاجه، تمام كده. المهم انا عايز طعم قمر الدين. كريم شانتيه، بضرب كيس كريم شانتيه في نص كوبايه من اللبن او نص كوبايه من الميه الساقعه واضربهم بمضرب الكهرباء عادي خالص. عندي هنا هضيف لها جيلاتين، يعني قبل كده عملت لكم ايس كريم التمر هندي، لما عملت تمر هندي مهلبيه تقيله شويه وضربتها بالمضرب وضفت عليها الكريم شانتيه برضه. هو الكريم شانتيه اساسي علشان يديني قوام الايس كريم، طعم الايس كريم كمان اللي بتشتروه من بره. فهنا نفس الحكايه، بس انا المره دي هعمله بالجيلاتين. يعني عندي هنا العصير، لو كوبايتين من العصير عليهم معلقه من الجيلاتين، عليهم معلقه من ايه؟ من الجيلاتين. انا هاخد ده كده، اجيب بس بوله وعندي هنا كنافه محمره مش عليها سكر. كنافه انا خدتها كده حمرتها في حبه سمنه وحمرتها كويس قوي زي يكون بحمر شعريه، مش محتاجه حاجه. يبقى انا حمرت الكنافه كاني بحمر شعريه بس محمره وخلاص. دي بقى هستخدمها هطفي بيها السكر بتاع الايس كريم ده، او هستعملها بديل للبسكوته. هوريك ازاي دلوقتي اقدمها ازاي. فعندي هنا دلوقتي كوبايتين العصير دول، ناخد كوبايتين عصير ماشي، هحط عليهم معلقه جيلاتين كبيره، وزعها كده على الوش، معلقه جيلاتين كبيره واقلبها واستنى عليها شويه تتفاعل، استنى شويه على الجيلاتين ايه، وممكن ادوب الجيلاتين في ميه وبعدين اضيفه عليها كده كده او كده، هو ايه هياخد منها يعني هيبدا ان هو يمسك نفسه. انا عندي دلوقتي الجيلاتين مع العصير، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بقى ايه، ندرى حضرتك كريم شانتيه كده على الايه، على الشربات اللي انا عملته بتاع القمر الدين، وابدا ان انا اخلطه كده. القمر الدين ده حط عليه ايه، حط عليه جيلاتين عشان لما يجمد يديني بقى قوام حلو كده للايس كريم ما يبقاش مايع. الايه؟ هنطلع فاصل؟ حاضر حاضر انا اهو. بصوا اي حاجه كده كاسات زي دي طبعا بحط ده في الفريزر، بحطه في الفريزر. واجيب هنا بقى كده الكنافه اللي انا حمرتها وسبتها تبرد، ما احطلهاش عسل ولا احطلها اي حاجه، وابدا انزلها هنا كده دي، احط تحت الايس كريم وفوقيه، اعمل لها كده ايه في البوله كده، مش حطلها عسل عشان اكسر السكر اللي في الايه، في قمر الدين والكريمه، تمام. واجيب بقى ايه المتلج، بس على الله عشان اتلج معايا قوي ده كده، ده بحطه في الفريزر لمده 6 8 9 ساعات كده او قبلها بيوم. اهو بصوا بقى شكلها ايه، بالشكل ده اهي، الشكل ده كده فيها مطه حلوه كده، الجيلاتين بيديكي مطه حلوه.